صباحه كيفكن؟ نحن هلق بسوق الأحد، سوق الأحد ببيروت. هو سوق شعبي، سوق كتير رخيص مقارنة بالأسواق الثانية. فيكن تشوفوا طبعا في كل شيء بتحتاجه موجود في هذا السوق. بهارات، زيتون، زيت زيتون، أحذية. وهي الأحذية، هاي الأحذية هون. قديش سعره هذا؟ قديش سعره هذا؟ هذا 250. 250 ألف. وهذا قديش سعره؟ هذا 230. غليان الأسعار كتير كأنه. إيه والله غليان كتير كأنه. ليش؟ دولار عالي. دولار عالي. قديش حقه؟ هاي 60. 60 ألف. وتبع 50 وين؟ هاي هي. هاي سعرها 50 ألف. أوكي اتفقنا. ليش الأسعار غالية كتير؟ غليانة هالأسبوع كأنه. قديش دولارك اليوم؟ دولار طالع. دولار طالع. قديش سعره هيدا؟ جربات شتوي؟ هيدا الواحد 15000. 15000. اوكي والثلاثة؟ ثلاثة 45. 45. ما في أرخص؟ لا ما في. كثير غالي. ماني على الدولار، على الدولار، كل شيء على الدولار. كل شيء على الدولار؟ جربات شتوي وجربات صيفي. أسرار حرب لبنان. قديش سعره هيدا الكتاب شيخ شباب؟ هيدا قديش سعره؟ 10 دولار. 10 دولار باللبناني قديش؟ 110. قديش سعرهم هدول الأقلام؟ هدول 10 دولار. وهدول الأصغر؟ 10. قديش سعره هاي ضو؟ 20000. شكرا شيخ شباب. قديش سعره البريق؟ 55000. عندك 55000. اوكي وهيدي الغلاية قديش سعرها؟ 35000 و40000. ليك والشفت 35000 و40000. شكرا. يعني وهيدي الكاسات قد ايه؟ ليك هذا غلوة 65000 و60000. غلوة قديش سعره؟ 26000. شباب قديش الكيلو من هيدا؟ 70000. هيدا نفس السعر، كله نفس السعر. نحن هلا بمحل ثياب شتويه، كنزات، جواكيت. سو بظن رح اشتري هاي الكنزه وهي كمان وكمان هاي. سو ثلاث كنزات. بس خلينا نسال البياع قديش سعرهم. شيخ شباب قديش الثلاثة؟ يعني الثلاثة 45000. شكرا.